عندنا مطلب كي تخلص فرنسا خلصوا خلص فرنسا خلصوا لو مازلنا مستعمرين هنا خلص فرنسا خلصوا ومساندة ودعما للحراك الشعبي للقيام بإطلاق مبادرة كتخلص فرنسا خلصوا الغاز. هذه المبادرة التي قام بها سكان مدينة أفلو والذين يعانون من فواتير باهظة سببت لنا مشاكل اجتماعية خانقة. نحن هنا سكان مدينة أفلو نقوم بحملة تضامنية من أجل 48 ولاية من أجل مقاطعة تسديد فاتورة الغاز لأنها ترهق كاهلنا والشتاء بارد، ولنا مطلب وحيد كما طالب كل الولايات، عندما تخلص دولة فرنسا تسدد دولة فرنسا نسدد نحن الفاتورة. اليوم هذا التجمع في إطار دعم الحراك الشعبي القائم في كامل ربوع الوطن. هذا الحراك يتمثل في عدم تسديد فواتير الكهرباء والغاز، وخاصة في مدينتنا مدينة أفلو. مدينة أفلو كل الوطن يعرف بأنها منطقة باردة وباردة جدا، يستمر فيها فصل الشتاء إلى